اهلا بكم مره تانية مشاهدينا الكرام. هنكمل مع بعض. مصر جميله ومصر هتفضل جميله وهنبقى جمال وهنعمل شغل جامد جدا وهنفضل نقول مصر جميله. وهنتكلم عن سينا دلوقتي. يمكن اتكلمنا عن الاطفال وازاي ان احنا نقدر نخليهم عندهم انتماء وانه يعني نخليهم مصريين قوي 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 بالزياده. دلوقتي عايزين نعرف الموضوع الاحداث اللي حاصله في سينا دي. عايزين نعرف الحادثه حصلت ليه وازاي والاستراتيجيه بتاعتها وازاي نقدر نقاوم وازاي نقدر يعني نتجه بقى الى التعمير والتنميه وكلام كتير كبير هنتكلم فيه مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهارده في مصر جميله استاذ احمد ناجي امحه رئيس وحده الدراسات الاعلاميه والراي العام بمركز الدراسات في الاهرام. اهلا بيك يا فندم منورنا. صباح الخير عليك. صباح النور. صباح الخير يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. الحقيقه يعني كل اللي احنا بنعيشه في الوقت الحالي واجع قلوبنا قوي ومخلينا يعني حابين ان احنا نفكر ليه بيحصل كده معانا؟ ليه احنا كمجتمع مصري مستهدفين من زمان قوي؟ ليه دايما بيحاولوا ان هم يعني يوقفوا من مسيرتنا بكافه الاشكال المستهدفه؟ خلينا نعرف السبب الاول عشان نعرف القيمه الخاصه بينا اللي بتحاول دايما بعض القوى المخربه ان هي توقف منها بشكل اساسي. خلينا في الاول نقول ان العمليه مش عمليه ارهابيه لجماعه يعني صغيره. العمليه انا بتكلم بشكل عام في البدايه، يعني قبل ما اتكلم على العمليه دي. العمليه دي مش اول عمليه ولا هتبقى اخر عمليه. بالظبط. ليه؟ لان ده مرتبط بمخطط لاعاقه الدوله دي عن اي مسار بتسير فيه، وده هيبان لما نيجي نتكلم ليه العمليه دي حصلت. يعني بنتكلم على العملية دي. أولا العملية دي جزء من سلسلة عمليات الهدف منها إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة بتاعتنا. الهدف منها أنك أنت بتعملي فصل ما بين القيادة السياسية والظهير الشعبي بتاعها اللي ظهر واضح في 30 يونيو وفي 3/7 وفي 26/7. بتظهري هذه القيادة أن هي مش قادرة توفي بالتزاماتها. يعني أحد المكونات الرئيسية اللي دفعت المواطنين لهذا الانتخاب الكاسح لعبد الفتاح السيسي كرئيس للجمهورية كانت متمثلة في الرغبة في أن يأتي شخص قادر على توفير الحماية، قادر على توفير الأمن والأمان لهذا المجتمع، قادر على وأد الإرهاب بصور مختلفة خاصة في سيناء. لما بتحصل هذه العمليات بهذه الصورة المتكررة، الهدف هنا هو الفصل ما بين القيادة السياسية وبين الظهير الشعبي بتاعها. الهدف من العملية دي لو نفتكر الأسبوع اللي قبل ده على طول كان في اللقاء اللي جمع ما بين جماعة الإخوان وممثلين ليها وممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. فهنا في بعد سياسي مهم ان هم بيقولوا للخارجية الأمريكية اللي صرحت ان هي على استعداد للقاء بكل الأطياف السياسية، لا في ناس لينا هو على أرض الواقع. نربط ده بالتصريحات اللي كان بيقولها البلتاجي ان الإرهاب والعمليات الإرهابية في سيناء لن تتوقف إلا بالإفراج عن محمد مرسي وإعادة الرئيس الشرعي إلى الحكم. الهدف منها برضو هذه العملية ضرب المؤتمر الاقتصادي المخطط او المزمع عقده في شهر مارس القادم. طب لما نبص على الباكج دي كلها هنوصل للنقطة اللي حضرتك بتقوليها ان الهدف اعاقة الدولة عن الاستمرار في مسيرة البناء دولة جديدة تضع قواعد جديدة تضع اسس جديدة للمستقبل. انت بتهدي كل هذه القواعد، بتهدي كل فرص هذه الدولة في الاستثمار. نربط ده باحداث داخلية، بنشوف اضطرابات في البورصة المصرية، بنشوف اضطرابات في سوق العملة المصرية. كل مجمل هذا الامر بيقودنا الى ان احنا نتخيل ان مصر دوله في ازمه، مصر دوله مأزومه. هي دي الصوره اللي هم عايزين يصدروها. هو ده دور هذه الجماعه، مش الجماعه دي بس بقى، هذه الجماعه والمناصرين ليها. هذه الجماعه ما بتعملش في فراغ، هذه الجماعه تعمل ولديها دعم اعلامي، لديها دعم من ناشطين، لديها دعم، كله بيشتغل في اطار مخطط لهدم هذه الدوله، لتركيع هذه الدوله. دعم اعلامي. دعم اعلامي. الحادثه اللي حصلت كانت متصوره وهي بتحصل، وسمعنا ناس بتقول الله اكبر في الحادثه نفسها في الفيديوهات المنتشره على الفيسبوك. هنا بقى تحليلك ايه؟ هنا لازم نتوقف ونفهم كويس قوي الدور القطري، ونفهم انه لا مجال للتهاون تاني في التعامل مع دوله قطر. هي دوله عربيه من الدول العربية الموجودة، لكن هذه الدولة نصرت الدولة المصرية العداء منذ اليوم الأول ل 25 يناير. يحضرنا جميعا يوم 29 يناير أن هذه الدولة نزلت بسلوتيتر كده فوق موجود معا لإسقاط مصر.
نزل على موقع على الصفحه الرسميه بتاعه الجزيره، نزل حوالي 10 دقائق واترفع مره واحده، كان يوم 29 يناير. لما نشوف الحادثه اللي حصلت في سيناء اول امبارح، وبنشوف الطريقه اللي تم بيها التعامل مع هذا الحادث، بنقدر نفهم اكتر ان القصه مش مرتبطه بجماعه تمارس الارهاب في الداخل، بجماعه انصارها بيحاولوا يركعوا الدوله، لا ده في دور لاجهزه خارجيه، ان يدخل ناس بيصوروا قبل العمليه، كانت واضح المشهد تماما ان العمليه لسه ما ابتدتش، خدوا حوالي دقيقه ونص بيصوروا وبيتكلموا مع بعض وبيقولوا هما بيتكلموا استنى ما تعليش صوتك عايزين نسمع صوت التفجير، الكلام واضح في التسجيل، ومره واحده يحصل التفجير وهو ومره واحده نسمع التكبيرات والتهليلات. يبتدي هنا السؤال، الناس دي كانت فين؟ الناس دي دخلت ازاي؟ الناس دي تواجدت ازاي؟ خاصة لما نعرف ان الضرب تم بمدافع هاون، مدافع هاون تحتاج الى منصات للاطلاق، منصات للاطلاق دي معناها ان ما اتنصبتش لا اتنصبت قبل وقت الحظر بفتره كافيه عشان يبقى جاهز ان هو يضرب، لان الحادثه حصلت 7:15، معنى ده ان هو ابتدى يجهز فيها من الساعه 5:30 6، يعني واضحه للمجتمع اللي موجود فيه، هذا المجتمع اللي تم منه اطلاق هذه القذائف كان شايف ده. لما نشوف ده كمان بنحاول نفهم العربيه اللي اتسرقت، عربيه ميه تم تجهيزها وتفخيخها وادخالها، يشكر الجنود المصريين اللي تصدوا لهذه العربيه بصدورهم، 2 جنديين تصدوا لهذه العربيه بصدورهم، لان خلاص تاكدوا ان هذه العربيه عربيه مفخخه وانفجرت فيهم، هم شهداء عند الله طبعا. انما لازم نفهم ان في ايادي اكبر من هذه الجماعه، هذه الجماعه لا تعمل في الداخل فقط، هذه الجماعه تعمل في اطار تخطيط اكبر دولي. يحاول ان يظهرها في صوره اعلاميه، يحاول ان يقول انها موجوده ولها انصارها اللي بيستطيعوا ان يفعلوا مثل هذه العمليات. الغريب في كل ده الموقف الدولي، ان الموقف الدولي اللي استفز علشان 12 مدني فرنسي اصيبوا او قتلوا او في شارل ابدو، حاله استنفار فظيعه في فرنسا وفي اوروبا وفي العالم، بنشوف هذا العدد من الضحايا المصريين 32 تقريبا او 31، اي نعم الاغلبيه منهم من الجنود والضباط المصريين، وهنا بقى انا بقول الجنود لان هم برضو بيدفعوا الضريبه، ضباط الجيش عارفين دورهم، انما الجندي المصري بيقدم نموذج في التضحيه يثبت بيه قد ايه هذه قد ايه يشعر بالانتماء الى هذه البلد. فاللي حصل ان الجريمه بتقول ان الابعاد اكبر مننا، بتقول ان الموضوع فيه ايادي خارجيه كبير بتلعب ومن مصلحتها اظهار الدوله المصريه في صوره مهتزه، في صوره مختله قبل فتره المؤتمر الاقتصادي القادم، قبل الانتخابات طبعا احد اهدافهم الرئيسيه طبعاً. اعاقه الانتخابات احد اهدافهم الرئيسيه، اللي شاف شوارع القاهره امبارح حجم الذعر اللي كان في القاهره امبارح حجم غير طبيعي، كنا شايفين الشوارع تكاد تكون خاليه، ما شفناش ده من قبل كده. هنا لازم نفوت عليهم الفرصه، الدوله والشعب لازم يفوتوا الفرصه على هذه الجماعه. ازاي يا استاذ احمد؟ يعني كيف احنا نواجه؟ حضرتك قلت احنا كيف عايزين نفهم، احنا فهمنا المشكله وفهمنا ابعادها بشكل كبير جدا، فهمنا قد ايه ان هم حاولوا حتى على مدار الايام الماضيه العديد من المحاولات في الداخل، في داخل اماكن كثيره جدا، اماكن بيروح فيها الناس اللي رايح ياكل، اللي رايح يتفسح، اللي رايح يعمل حاجه، وبيكون فيها القنابل علشان تنفجر، والحمد لله قدرنا ان احنا يعني نسيطر عليها بشكل كبير. نعمل ايه في الفتره اللي جايه؟ نعمل ايه كمسؤولين ونعمل ايه كافراد ومجتمع؟ كافراد لابد نوع من انواع الانضباط، يعني النهارده احنا بقت ثقافتنا ثقافه مواقع التواصل الاجتماعي، والخبر ينتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ليجد صدى ويردده الكثيرون، يعني كل واحد فينا مثلا عنده على الفيسبوك على تويتر متابعين لي، انت لو قلت خبر بصفه حضرتك مذيع، او انا لو قلت كلام بصفتي باحث في العلوم السياسيه، المجتمع بتاعك بيردده وراك لانك مصدر ثقه بالنسبه له، فما بالك برموز عرفوا للمجتمع الاكبر، مجتمع الشباب المستهلك الرئيسي لخدمه مواقع التواصل الاجتماعي، ويرددوا هذا الكلام، فبتشوف النتيجه دي. انا عايز الناس تتحقق، يعني دور الافراد ان يتحققوا من المعلومه، يعني اما يتقال في امبارح سيتي ستارز مقفول، طب تحقق من المعلومه قبل ان تردد المعلومه، هل هو مقفول ولا ليه، تبتدي تثير ذعر الناس، اما تقول ده الشوارع كلها والميادين مقفوله،
غير صحيح، كانت الدنيا كلها مفتوحه وكنا كان عندنا شغل ورحنا وجينا وتحركنا وصورنا هنا بقى بنخش على دور المؤسسات، لان دور المؤسسات هو الفريضه الغائبه في المعركه الطويله مع الارهاب. دور المؤسسات في جانب فيه يتعلق بسيناء، وفي جانب اخر يتعلق باستراتيجيه شامله متكامله لمواجهه الارهاب. ما يتعلق بسيناء لابد من اقناع المواطن السيناوي البدوي البسيط انه جزء من هذه الدوله. لازم تتعمل برامج تنمويه مضاده للبرامج التنمويه اللي خضع عليها شباب سيناء على مدار العقود الماضيه. شباب سيناء على مدار العقود الماضيه خضعوا لدورات تدريبيه زكت جواهم، نمت جواهم فكره ان هم غير منتمين الى هذه الدوله، الى هذا البلد. فانت مطلوب منك النهارده ان تعيد عمل مؤسسات اهليه، مؤسسات مجتمع مدني، تعيد تاني الدور الحيوي، الدور الفعال لاقناع هذا الشباب انه جزء من هذه الدوله وانه ينبغي ان يخضع لقوانين هذه الدوله. ده لازم يرافق بعمليه تنميه شامله لكل مرافق الحياه في سيناء. لازم توصل لهم ميه بصوره منتظمه وسليمه، لازم توصل لهم مرافق بنيه اساسيه متكامله وسليمه، لازم تعمل لهم عمليات تنميه لكل يعني عندهم شريط حدودي يستطيعوا ان هم يعملوا فيه مزارع سمكيه، عندهم صناعات حرفيه وصناعات بدويه يستطيعوا ان هم تعمل لهم تجمعات. طب ليه يا استاذ احمد نقل ده دي سياسة يعني دولة. من 25 يناير يا فندم واحنا بنقول ان احنا اغفلنا سينا على مدار سنوات طويله، ان احنا بنقول ان درع لا يعني بدانا ان احنا نعبر ونفصح بشكل ايجابي وبشكل علني بعد 25 يناير، وبنقول ان حصن الامن والامان هو التنميه البشريه في المقام الاول في سينا، وحتى الان بيشعر المواطن السيناوي ان احنا لسه ما عملناش حاجه. وانت لازم تقدمي فرص، يعني احد فرص التنميه في سيناء مشروع تنميه قناه السويس. تمام. فلانك هتخلقي مجتمع جديد، هتخلقي مجتمع صناعي، هتشجعي على تواجد ناس في المنطقه دي، الناس تبتدي تروح هناك. لازم تخلقي مشروعات للعماله، يعني لما تلفي شمال سيناء بالكامل عدد المصانع فيها محدود، لما تلفي شمال سيناء بالكامل عدد في مزارع زيتون كتير، انما هل استفدنا بمزارع الزيتون؟ عملنا صناعات صناعات حقيقيه؟ الموارد اللي هناك ما استغلناهاش خالص. بالظبط. فلابد من الاستغلال الامثل لكل موارد سيناء بشمالها وجنوبها، لابد ان يشعر المواطن السيناوي نفسه بعائد من هذه مشروعات التنميه. ده فيما يخص سيناء. فيما يخص الدوله المصريه لازم استراتيجيه متكامله، استراتيجيه متكامله ناخد فيها البعد الاعلامي. الدوله غائب عنها دور اعلامي، الدوله لا يوجد بها اعلام منذ 25 يناير، منذ 25 يناير لا يوجد اعلام يعبر عن الدوله، وده مش موجود في اي مكان من العالم. مش بمعنى ده ان يكون الاعلام موجه او اعلام لديه توجيهات انما اعلام يحمل رساله الدوله في اطار الرسالات المضادة التي تحملها مجموعة من القنوات المختلفة اللي بتبث سموم ضد الدولة المصرية على مدار 24 ساعة. فلازم يبقى في ايدينا أداة نواجه فيها، ولابد من تطوير أداة قوية، أداة إعلامية قوية تعمل ده. لابد من الاهتمام بتطوير المؤسسات الصحفية القومية، إن هذه المؤسسات تعود مرة أخرى لممارسة الدور التنويري. لازم يترافق مع ده دور ثقافي، لابد من دور للثقافة، وزارة الثقافة ينبغي هذا هو وقتها. ليه؟ لأن أنا هدفي من خلال وزارة الثقافة، هدفي من خلال وزارة التعليم، هدفي من خلال الأزهر أن أنا أبتدي أشيل مفاهيم مغلوطة كتير دخلت في ذهن وعقول الشباب المصري، في ذهن وعقول الشباب والمجتمع المصري ككل. أعيد هذا المجتمع إلى وسطيته، أعيد هذا المجتمع إلى التفكير بالطريقة اللي بنقول عليها تحمل فكرة الإسلام المتسامح، السلام الاجتماعي. نبتدي نعيد هذه المفاهيم مرة تانية. لازم يبقى ده مرتبط كمان باستراتيجية اقتصادية تعيد فكرة العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية بحيث أن كل مواطن مش في سيناء بس، إنما في جمهورية مصر العربية يشعر بالعدالة الاجتماعية. العملية مش بسيطة. طب هو ده هيجي كده هوبا يلا بقينا ولا ده بياخد وقت؟ ما هو ده بياخد وقت. فينبغي بقى لما نيجي تحصل عملية زي دي ما نبصش نلاقي الرسائل الإعلامية كلها امبارح وأول امبارح بتحمل الدولة ما لا طاقة لها به، وإن الكلام كله إن أين الدولة المصرية؟ الدولة المصرية ليه ما عملتش؟ الدولة المصرية بقالها 6 شهور. لو بنتكلم على الدولة المصرية، الدولة المصرية ابتدت من دستور 2013 اللي اتوافق عليه في 2014. تمام. ثم انتخاب رئيس جمهورية في
طب خلينا يا استاذ احمد تدي رساله، لان ربما ده بيعبر عن جم الغضب. يعني المواطن غضبان، المواطن حزين، المواطن حاسس ان انا ابني او اخويا او ابويا، حتى الاطفال معرض ان ده يحصل مره تانية بشكل كبير. خلينا نقدم له الرساله اللي يجب ان احنا كلنا نستوعبها في الوقت الحالي، ويجب ان احنا كلنا نعمل عليها او نشتغل عليها علشان نقدر نحقق اهدافنا. هو اللي لازم نفهمه نمره واحد، ان هذه الحرب هي حرب مع دول كثيره، هي مش حرب مع جماعه، مع جماعه ارهابيه ليها أزرع خفية، أنصار بيت مقدس شوية مع، لا، هذه قضية مفروغ منها. مصر في حالة حرب مع دول كثيرة تحاول أن تحطم الدولة المصرية. ينبغي أن ندرك أن هذه المعركة معركة مستمرة. الجميل في اللي حضرتك بتقوليه، أن من امبارح في حوالي 300 ضابط تقدموا بطلب لنقلهم إلى سيناء، عايزين يروحوا سيناء. الرسالة دي مهمة جدا، انها تظهر، ان يبان ان هؤلاء هم حماة الوطن. هؤلاء هم الرجال الذين يتحملوا المسؤولية، مش اللي قاعدين على الفيسبوك وتويتر بينظروا في الفراغ. فالمعركة طويلة، المعركة مستمرة. الشعب المصري ينبغي ان يثبت انه في ظهر هذا النظام، انه ظهير حقيقي لهذا النظام. انا عايز الشعب هو اللي يتحرك. الدولة محتاجة ان تشعر بهذا الشعب. هذا الشعب ينبغي عليه ان يتحرك في صورة مساندة، في صورة تعبر عن غضبه. انزل عبر عن غضبك، قول انا برفض اللي حصل. احنا شفنا تجمعات كتير على سلالم نقابات كتير، وعلى سلالم تجمعات كتير بتعبر عن رفضها للي حصل في شارل ابدو. احنا فين من اللي بيحصل مع جنودنا؟ هل المنطق ان بتوع شارل ابدو كانوا مدنيين، وان اللي حصل ده كان مع عسكريين؟ منطق غير صحيح. الجيش المصري وابنائه هم جزء من هذا الوطن، وهو ده اللي حامي الوطن حتى هذه اللحظه. وهي دي كلمه السر، هي دي كلمه السر مصري. ان هذا الجيش بابنائه كلهم من ضباط وجنود هم جزء من هذا الوطن، بشرطته المدنيه هم جزء من هذا الوطن. فدي الحته اللي المجتمع كله الغربي مش قادر يفهمها في هذا المجتمع. ولكن المعركه طويلة، لابد ان تصل. يعني المعركه طويله، على هذا الشعب ان يدرك ان الموضوع مش هينتهي في يوم وليله. هذا الشعب اثبت انه يستطيع ان يتحمل لكي يبني دولته. يعني لم يكن احد يتخيل ان هذا الشعب سيتقبل بصوره زي اللي احنا شفناها، قرارات رفع اسعار المواد البترول، قرارات رفع اسعار الكهرباء. هذا الشعب تحمل، وهذا الشعب يرغب في دفع هذا النظام لكي يتبوأ مسؤوليته في ان يصل به الى المرحله اللي هو عايزها، الى مرحله اللي بيحلم بيها، اللي يشوف مصر حلوه واجمل بلد في الدنيا، الى مرحله مصر الجميله. وان شاء الله هتبقى اجمل بلد ان شاء الله. ان شاء الله، لان احنا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى حمينا بشكل كبير جدا، واراده المواطن